كان يقول لك ناخذ الثانيه يخو على روحه يخو الثانيه ما يبقى فيه الثانيه معنا ينسى الاولى الله كي يبدا قالت شو اسمها يرشرش عليا الفلوس هاني انا ترنكوشه ومزيانه وعندي كل شيء انا عندي كل شيء فما ازين مني ما تمشي تلعب بعيد مش معايا انا انتي تبارك الله عليك معناتها محلاك ومحلى زينك ساعة معرسة معرسة مقبلة نحكي معك على اساس ماكش معرسة على فكرة انا معرسة وعندي بنتي دوزون تبارك الله عليها اسمعني ترنكوشة وصغيرة نحسك عايشك صغيرة عايشك قولي قداش عندك معرسة عندي تروازون طب ما شاء الله نجم تقولي لي انتي معناتها خلينا نقولوا في علاقة ناجحة الحمد لله وي اي عن حب خذيته راجلك اي بالطبيعه كيفاش تعرفت عليه تعرفنا في مارياج نتاع الكوزان نتاعو اي في عرس هاك عرس تحت عرس اي كيفاش تقدم لك بون تعرفنا فيسبوك كذا بدات تطورت الحكايه وكا هو كاو تطورت الحكايه فيسبوك قعدوا تحكيوا فيسبوك وبعديك تقابلنا وسافا وعرستوا من بعد وجبتوا بنوته صغيره بنوته والحمد لله عايشين حب واحترام وقدر وهذيك الحياه ديما تمشي اليوم راجلك كان يقول لك ناخذ الثانيه ياخذ على روحه ياخذ الثانيه ما يبقى فيه الثانيه معناها ينسى الاولى عرفت ناخذ الثانيه زواج عرفي وانت يقعد مرتي لا لا كيكا لا 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 مستحيل زادا يقول لك نعطيك فلوس ونصرف عليك لا لا امبوسيبل مهما كانت الظروف والله كي يبدا قالت شو اسمها يرشرش عليا الفلوس يجيب لك امراه ترنكوشه للدار يقول لك هذه باش تعاونك في الدار لا ما يسالش هاني انا ترنكوشه ومزيانه وعندي كل شيء انا عندي كل شيء ما شاء الله مازلت ما كبرتش معناها مازلت دونك ما يقلقكش ما تحسيش تهديد لا باش يهدد روحه مش يهددني انا الحق لا هي مصدر تهديد يقول لك المراه معناتها تغير من المراه المزيانه كتب مزيانه برشا خاصه انت ماهيش مزيانه انا عندي ثقه في روحي انا مزيانه وتبارك الله عليا وتجي واحده زين منك ما فهميش لا ثقه عمياء ذي ما فهميش واحده زين مني حتى واحده ها كل واحده والمنظور نتاعها نتاع الزين معناها انت ما شاء الله الحقيقه مزيانه معناتها ما ناقصك حتى شيء ما فما زين فما أزين مني ما تمشي تلعب بعيد مش معايا أنا يجيبها راجلك يقول تخدم في الدار خل تخدم على روح تسترزق تقول أنت لا لا خاش تفك لك الراجل ليه بيتي ما يوصلش أصلا يخمم فيها الحكاية جميلة عندك ثقة في راجلك عندي ثقة وإن شاء الله ربي يسر ربي يخليهولك وربي يفضلك بنوتك الصغيرة زواج العرفي إكزامبل ما عندناش في تونس معنى يحبوا يفرضوها علينا بالسيف كل ترى انه جاب حاجه ماهيش في واقعنا التونسي معناتها خلينا نقولوا خرج على الواقع ولا نقل الواقع تاكيله هو الواقع موجود باش ما نهربوش معناه هو الواقع نتاعنا هذاك هو موجود معناه زواج العرفي اما شنو فما اللي يحب يفرضوا بالسيف فهمتني ما انا كونتر هكاك معناتها تعميم تعميم اي انا نفرض انا واحده من الناس نفرض راضيه على محتوى المسلسلات التونسيه السنه خلينا نقول 70% راضيه اي 70 اكثر مسلسل شد انتباهك انا براءه اللي ترى قال المراه اما شنو ما نهربوش خاطر ما فماش انتاج في تونس صوره المراه الضعيفه اللي ترضخ للراجل واللي معناتها خلينا نقولوا تسمع كلام وكسوا قال به ولا قال خايب مش نسي الكل فما القاريه المتعلمه اللي بخدمتها معناها ترفض انا باش تكمل تعيش معها الراجل هذاك وفما اللي مش متعلمه ومش بخدمتها ترضى ما عندها حتى حل هي هكيك هو شاف الصوره هذيك للمراه انه ما عندها حتى حل بار كونتر تنجم سامحني تعمل على روحها تنجم هل ترى انت معناها انه اليوم المراه اللي ما تخدمش واللي معناتها خلينا نقولوا ماهيش قاريه هذايا يخليها معناها يكون عندها نقاط ضعف ضد الراجل دو تيل فاسون انه اي كلمه يقولها تسمعها منه
ليه ما عادش نعيشوا احنا ديجا في العصر هذيك، معناها توا المراه تعمل على روحها وما عادش فما معناها جهل. انا راه فيها الحياه تعلمك برشا حاجات كذا، ما عادش مراه جاهله توا. أيه. فهمتني من منظوري انا ما عادش فما مراه جاهله توا. اما شنو يمكن الظروف باش تحكم عليها انها باش تكمل في رولاسيون، ما هكا انا رايي. اليوم كان راجلك يحطك تحت وضعيه معينه وانت معناها خلينا نقولوا تحبوا على الاخر وماكش مستعدة تتخلى عليه، هل ترضى بالوضعية هذيك؟ سامحني الحب في بلاصة واني باش نرضى نطيح زادة من قيمتي ومن في بلاصة اخرى. لا مستحيل. قولك مثلا بطل قرايتك وشد الدار. لا 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 نكمل قرايتي ركح اموري وبعد نعرس، وكان انا مثلا معارسة لي ما نجمش نبطل قرايتي. سامحني زاد قرايتي هذيك باش نسيبها نهار اخر. اليوم قاعدين نلاحظوا لي برشا بناتي معناتها يعرسوا في 18 و 19 سنه. انا ضد زواج مبكر خاطر انت تعرس بكري، شنو خليت لمن بعد؟ سامحني. كمل اقرا حتى كان ماكش قاريه، تعمل دي فورماسيون، تعيش تشوف تخرج تتفرهد، بعديك العرس خليه اخر حاجه، خاطر سافوار تنجم تطلق في العشرين وفي الـ24. فهمت؟ هذاك علاش اغلب معناتها حالات الزواج المبكر تراها فاشله؟ فاشله بصراحه من رايي انا، خليه تكمل تقرا تشوف تعيش تتفرهد بعديك تمشي تعرس. هي تبدا مازال مش شبعانه من الدنيا وتقوم طف تعرس. اي سيرتو في وقتنا توا كثر الطلاق وكالحكايات هذيك، بيزار وحده تعرس بكري بصراحه. انا كونتر. اي